تخلد هذا اليوم رغم السياق بتاع يوم او يومين قبل عيد الفطر ونهاية شهر رمضان، لكن الظروف التي تعيشها الشعيرة المغربية وعموم الشعب المغربي تجعلنا نقف لتقييم السياسة العمومية لهذه الحكومة. نحن اليوم نخلد في مدينة وجدة الفاتح من ماي عيد الشغيلة وعموم الكادحين باسم النقابة الوطنية للصحة العمومية جهويا وطنيا. كان طالب الحكومة اليوم بانتهاج نهج الصراحة مع الشغيلة الصحية فيما يخص القانون الجديد للوظيفة العمومية التي تريد الحكومة تسميته بقانون الوظيفة العمومية الصحية. هو في الحقيقة نظام جديد للتعاقد تريد الحكومة فرضه على جماهير الشغيلة الصحية في المغرب. الحكومة خاصها تخرج نفس وتقول لنا هالمشروع الخطير اللي عندنا اللي كيضرب مصلحة المواطن ومصلحة الشغيلة، ها هو المشروع، تقدموا كما هو بدون تخفي، بدون محاولات للتغطية على الحقيقة. بعد ما ضربات القدرة الشرائية العموم الكادحين والمواطنين بجميع أشكالها، زاد في الزيت، المواد الغذائية اللي كان قتاتوا منها، اللي كان عيشوا منها، اللي كان حاربوا بها المجاعة زاد فيها، المحروقات، ضربات القدرة الشرائية للجميع بما فيها الطبقة المتوسطة وعموم الكادحين، العمال، عاملات النظافة في مستشفيات الفارابي. احنا اليوم كندافع على الشغيلة الصحية على المستوى الجهوي، ولكننا ندافع أيضا عن الجماهير الكادحة على المستوى الوطني. نطالب أولا فيما يخص الشق الصحي بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة. نطالب بتسوية وضعية جميع العاملين في قطاع الصحة، مساعدي التقنيين، المتصرفين، مساعدين المتصرفين، المساعدين الطبيين، المهندسين، المنخرطين الذين يشتغلون بوزارة الصحة. الكل ينتظر تسوية وضعيته، الكل ينتظر تحسن الأوضاع في بلدنا، والكل ينتظر النصر. شكرا. الحرية الديمقراطية للشغل بوجدة إلى جانب الطبقة العاملة ومختلف الفئات الاجتماعية. العيد الأممي للعمال فاتح ماي 2022. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.